ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة. الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم. مشروع البير الخيري، مشروع الحياة، صدقة جارية، عن محمد جواد غزاوي وعن عائشة حفظهم الله من الناصرة جزاهم الله خير الجزاء ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله تقبل الله.